عندي حزب مصر العروبة، وأعلن امبارح الأستاذ سامي بلحة أمين عام الحزب عن نية سامي بلحة، نية الفريق سامي عنان الترشح، ورئيس الحزب الترشح للرئاسة القادمة بإذن الله. الكلام برضو أنا لقيته، وده اللي أنا أتمنى إن كل المرشحين ياخدوا بالهم منه، إنه القنوات بقى زي الجزيرة ومكملين ومش عارف إيه والبتاع، يشتغلوا بقى على الموضوع ده، والحق بقى واحد داخل من الجيش ضد واحد في الجيش وضد واحد مش عارف إيه، والفريق سامي عنان يقلب الموازين، والفريق سامي هيعملوا عملية شحن ضد الفريق سامي عنان قبل ما يقرر هو بنفسه هو نازل ولا مش نازل. ده راجل عسكري يا جدعان، يعني نفهم يعني إيه راجل عسكري. عسكري ده ليه احترامه بقى حاجه كده، وبالذات لما يكون في الجيش المصري ده. يعني اما اتكلم على فريق سامي عنان انا بتكلم على وتد في القوات المسلحه المصريه، خد قرار ما خدش قرار، هو حر، دي حريته. عايز ينزل الانتخابات برضه هو حر، زي الفريق شفيق قال انا هنزل وبعدين اما جاء الوضع كذا كذا كذا. فانا مش هقارن بين الاثنين، لكن ده عن طريق حزب وده حقه الدستوري. يعني انا اتبسطت جدا الاستاذ مصطفى بكري كان بيتكلم في المساله دي قبليه في قناه صدى البلد، وعمليه الترحيب من جانب الاعلام في هذا الاطار مهمه، انه مش نشحن الناس ضد بعضها، نشحن الناس ضد المرشحين وبعضهم ابدا. دي مساله ديمقراطيه في الاول والاخر. سامي بيه ازاي حضرتك يا فندم؟ انا يا باشا ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ازاي سعادتك؟ يا باشا ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. دلوقتي سياده الفريق يعني خلاص اعلن ترشحه ولا لسه؟ هو حضرتك الحزب خلاص اعلن اختيار الفريق سامي عنان ممثلا عن الحزب في انتخابات الرئاسه القادمه. تمام. وتم ابلاغ كل الاعضاء والقيادات للحزب في المحافظات بالعمل على توثيق التوكيلات اللازمه للترشح. كويس. والفريق سامي عنان ان شاء الله هيعقد مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من تجميع التوكيلات اللازمه لاعلان ترشحه للشعب المصري. طيب معلش هرجع للسؤال تاني، يعني عملية الترشيح لسه شوية عليها؟ إعلان الترشيح، إعلان سيادة الفريق عليها، يعني ممكن يعلن عدم ترشحه؟ لا لو إن شاء الله هيعلن ترشحه في المؤتمر الصحفي عقب الانتهاء من تجميع التوكيلات اللازمة للترشح. طيب إن لم تجمع التوكيلات، يعني ما جابتش التوكيلات المطلوبة، يبقى الحل إيه؟ أنت حضرتك عارف إن أي مرشح لو ما قدرش يجمع التوكيلات اللازمة اللي هي الـ 25,000 توكيل تمام، لن يستطيع أن يتقدم بأوراقه للترشح. فلا بد من تجميع ال 25,000 توكيل. طيب معلش هسال سؤال تاني بصوره اخرى، هل ده رغبته الفريق سامي عنان؟ يعني انتوا سالتوه قال لكم اه هترشح، ولا ده رغبه الحزب نفسه؟ فرق يعني في الاول هي رغبه الحزب نفسه، والحزب تشاور مع الفريق سامي عنان وعرض عليه الفكره والراجل شكر الحزب على ثقته فيه وان هو يكون ممثل للحزب في الانتخابات الرئاسيه القادمه. وهو قال ان انا ان شاء الله هعلن خبر الترشح ايوه بعد تجميع التوكيلات في مؤتمر صحفي. انت عارف حضرتك ان احنا اخرنا 20 يناير. اه ان شاء الله مقابل الميعاد طبعا، قبل ميعاد التقديم طبعا. اه طبعاً. طيب هسال سؤال حضرتك سؤال كده بريء والله ملوش اي يعني. هل في حد كلمكم قال لكم لا ما ينزلش، لا ضغطوا على الفريق سامي عنان، لا ما فيش حاجه اسمها انه الفريق سامي عنان ينزل؟ لا معلش انا بسمع ده في الكواليس الجزيرية الإخوانية القطرية، فحد قال لحضراتكم إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ حد كلم حد كان امبارح قال لك أنت إزاي تعلن ده؟ حد قال يعني ده في ضغط؟ في حد من الدولة من مؤسسات الدولة تعبكم قلقكم عامل لكم مشاكل من ساعة ما أعلنتوا عملية الترشح امبارح؟ لا هو حتى هذه اللحظة ما حدش ضغط علينا إن إحنا نترشح أو ما نترشحش. قرار الترشح نابع من الحزب ويكون تمام نابع من الفريق سامي عنان تمام، بدون توجيه من احد بالترشح تمام، ولن يستطيع احد انه يضغط على الفريق سامي عنان انه يثنيه عن الترشح تمام. الفريق سامي عنان عندما يعلن في المؤتمر الصحفي انه سيترشح لن يكون هناك جهه تستطيع ان توسل عليه او تضغط عليه لكي يتنازل او يتراجع عن ترشحه. هو بس عشان قرار الحزب وقرار الفريق سامي عنان، وليس هناك اي جهه تستطيع الضغط على الفريق سامي عنان او على الحزب. طيب نجل الفريق سامي عنان قال ان علم بترشح وليدي من وسائل الاعلام ومن الصفحه التي قام بنشر الخبر، وقال ان وليده لم يذكر له اي شيء فيما يتعلق بهذا الامر خلال الساعات الماضيه. التعليق حضرتك؟ هو الدكتور سمير بس مش موجود في الحزب بقاله فتره ومش متابع. دكتور سمير عنان طبعا مش موجود، وموجود طبعا في عمله ومشغول بعمله، فهو مش مطلع ومش متابع الاحداث الجاريه في الحزب يعني. اه
لكن حضرتك بتؤكد انه انتوا اطلعتوا سياده الفريق على قرار الحزب، وسياده الفريق بارك القرار، صح كده؟ ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله هيعلن عنه، هيعلن رسميا عقب الانتهاء من ايوه توثيق التوكيلات اللازمه للترشح. تمام، وان لم نحصل على التوثيق فهو بالتالي مش هيبقى ليه، مفيش مرشح يقدر يترشح من غير الحصول على التوكيلات. تمام، لكن لا عليكم الدستوري لابد من توافر يعني، لكن لا عليكم يا سمير بيه، لا عليكم ضغوط، ولا حد اتصل بيكم، ولا حد وقف لكم حال في حاجه، ولا حد عمل لكم اي مشاكل، ولا حد منزلنا كومبارس، ولا يجوز فريق سامع علينا يكون كومبارس. فريق علينا شخصيه وطنيه قويه ومنافس قوي في الانتخابات القادمه، ومنافس قوي في الانتخابات القادمه. بشكر حضرتك سامي بيه، بشكر حضرتك شكر جزيل. ده امر مهم قوي، الكلمتين اللي قالهم الراجل المحترم ده امر مهم قوي. اذا الحزب اختر الفريق سامي عنان، قال له يا سياده الفريق احنا يعني عندنا رغبه في ان حضرتك تترشح عن الحزب في الانتخابات القادمه. قال لهم ماشي ما عنديش مانع، ده كلام الاستاذ سامي بلح. فهيجمعوا التوكيلات اللي شغالين عليها دلوقتي، واجمعوها في مختلف المحافظات، وبعد ما يجمعوا التوكيلات والامور مشيت تمام، سياده الفريق هيطلع يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا الفريق سامي عنان، او يقول بقى اسمه، او يشوف صيغه الترشح بتبقى ازاي، ويعلن ترشحه للانتخابات. يبقى اذا بارك الله هذا الامر، يبقى عندنا ثلاث مرشحين، مع اعلان الرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح. يبقى عندنا هيبقى عندنا اربع مرشحين اذا ربنا وفق الثلاثه دول واتموا اجراءاتهم. لكن رسميا خالد علي اعلن ترشحه. رسميا الحزب رشح الاستاذ سامي عنان، او الفريق سامي عنان اللي هو مصر للعروبة الديمقراطي، رشح الفريق سامي عنان لخوض الانتخابات. حضرتك هتقول لي انت عمال تنفخ في موضوع الانتخابات، لا مش بنفخ يا فندم. أنا مش بنفخ في موضوع الانتخابات، لا. أنا بنفخ في تقوية البلد. أنا عايز البلد تقوى.